أهلا بكم بناتي وأبنائي، طلبة وطالبات الشهادة، صف الثاني الإعدادي. أبنائي وبناتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبعا إحنا في الفصل الدراسي الأول إحنا كنا مع الأساتذة الأستاذ أشرف والجميل الأستاذ محمد حسن، كنت اشتغلت في الوحدة الأولى في الجبر، وكنا اشتغلنا في الهندسة في المتوسطات. النهاردة هناخد الوحدة الأولى ونقول فكرة عامة بقى عشان نشتغل عليها. أولا، فكرة الوحدة الأولى عندك في الكتاب كلها بتشتغل بحاجة، إنها بتوجد مجموعات الحل وتمثلها على خط الأعداد في عدد من المجموعات اللي أنت درستها. عشان ناخد فكرة عامة وابتدي نفصل ونحل أي مسألة بقى على فكرة الأعداد الحقيقية، تعال نشوف الأول فكرة بناء الأعداد ولغاية ما وصلنا إلى مجموعات الحل. تعال نشوف كده، يعني أنا عندي لما ما جينا بنشتغل في مجموعات العد، كان عندي في مجموعة العد بتاعتي اللي هي عين اللي كنا بنعد بيها، يعني كنت بقول واحد اتنين تلاتة وهكذا. وبعدين لما زودنا على مجموعة أعداد العد الصفر، فبقت الأعداد الطبيعية. أهو نعمل الأعداد الطبيعية، لما زودت معاها الصفر فبقى واحد اتنين وهكذا. دي كلها تبقى مجموعة الأعداد الطبيعية. بعد كده قلنا ما بين الواحد والاتنين في أعداد صغيرة، أي يمكن وضعها في صورة بسط ومقام، عشان كده قلنا عليها الأعداد النسبية اللي اديناها الرمز نون. وقلنا هي مجموعة الأعداد التي يمكن وضعها في صورة ألف على ب، بحيث إن الألف والب دي متاخدة من الأعداد الصحيحة، اللي هي الأعداد الطبيعية اتحاد الأعداد الصحيحة السالب. دي كلها هقول عليها الأعداد الصحيحة، اللي هي الأعداد الطبيعية اللي هي دي، وهزود عليها الأعداد الصحيحة السالبة، يبقى دي اسمها الأعداد الصحيحة. يبقى إذا مجموعة الأعداد النسبية هي الأعداد التي وضعها في صورة ألف على ب، بحيث إن ألف وب أعداد صحيحة فوق وتحت، والشرط الأساسي أن المقام دائما لا يساوي صفر. طيب بعد كده قلنا توجد أعداد، طبعا أنا هاخد بقى تفصيلة لدي وتفصيلة لدي ونشوف المنهج بتاعنا بيدرس ايه. لما انا قلت في اعداد نسبيه، لا ده يبقى في اعداد لا يمكن وضعها في صوره بسط ومقام، زي الجذور التربيعيه والتكعيبيه للاعداد غير المربعات الكامله او الكامله او المكعبات الكامله. يعني انا لما اقول لك الجذر التكعيبي للعدد 8 2، الجذر التربيعي للعدد 4 2. التربيعي هو العدد، يعني ايه الجذر؟ يعني عشان نخلي دي كده على جنب وافكرك بكلمه الجذر، اهو الجذر دي العلامة دي هي في حد ذاتها سؤال، تعني ما العدد الذي يمكن، العدد الذي يمكن إذا ضرب في نفسه لأعطى ما تحت الجذر. فيبقى إيه؟ يبقى الألف ده عدد موجب دائما، ده عدد إيه؟ موجب. وإذا كان خرج من خارج الجذر ده عدد، زي عم أقول لك مثلا جذر مثلا التسعة، تقول لي ثلاثة، يبقى اذا التلاتة دي لما اضربها في نفسها يعطي ما تحت الجذر، يبقى الجذر ده معناه العدد الموجب. كمان لو قلت الجذر التكعيبي ل 27 هو التلاتة، لانه معناه العدد تلاتة الموجب الذي او السالب بقى في التكعيبي الذي اذا ضرب في نفسه لقطها ما تحت الجذر. يعني صح ان انا اجيب الجذر التكعيبي لسالب 27 يطلع لي سالب تلاتة. طيب ما دي اعداد اقول عليها مربعات كامله زي التسعه، يعني المربعات الكامله زي الصفر الواحد الاربعة التسعة الستاشر وهكذا، دي اسمها مربعات كاملة، دي اسمها اعداد مربعات كاملة. ليه قلت عليها مربعات كاملة؟ لان يمكن ايجاد جذرها اهو. طيب هنا دي في اعداد مكعبات كاملة، خلي بالك. طيب المربعات الكاملة والمكعبات الكاملة، هناك أعداد لا يمكن إيجاد التكعيب أو القيمة بتاعتها بسرعة، زي العدد أو الجذر، لما أقول لك جذر خمسة، لا ده أنا ما أقدرش أحدده تحديدا تاما، لكنه بينحصر بين عدد ليه جذر قبل كده وعدد ليه جذر بعد كده. يعني عدد جذر تربيعي العدد مربع كامل، وأكبر وأقل من عدد له جذر تربيعي مربع كامل، فهو أكبر من الأربعة الذي له جذر تربيعي اتنين، وأقل من التسعة اللي له جذر تكعيب اللي هو 3. فيبقى اذا قيمه جذر 5 التقريبيه تنحصر بين الاثنين وبين الثلاثه، تزيد عن الاثنين ولكنها تقل عن الثلاثه. طب هل هي 2 و1 من 10 او ما اخد 2 و1 من 10 اضربها في نفسها؟
طب هل 2 و2 من 10 اضربها في نفسها، يعني اجيب المربعات، فطبعا دي هتديني 1 4 1 اقل، 2 و3 من 10 هتقرب لي، اللي هي هتبقى 4 6 9 او 6 69. طب 2 4 لو ربعتها هتديني 4 9 6 اهو، انا بجيب القيمه ايه، يبقى ده قرب قوي من قيمه الخمسه، يبقى اذا الجذر 5 هيساوي تقريبا 2 و4 من 10 تقريبا، عشان كده اسمها قيمه تقريبيه. الاعداد دي بقول عليها غير نسبيه، والاعداد التي يمكن ضعف صوره بسط ومقام زي ما اتكلمت عليها دلوقتي قلت عليها اعداد نسبيه. لو عملت اتحاد بين الاعداد النسبيه وغير النسبيه، تعال بقى نجيب الورقه دي ونقول احنا جبنا اعداد نسبيه وقلنا معناها، وقلنا اعداد غير نسبيه، يعني انا قلت ما دام في عدد نسبي يبقى في عدد غير نسبي، لما اعمل له اتحاد مع العدد النسبي يديني مجموعه الاعداد الحقيقيه كلها. يا سلام. تاني بقى، اعداد حقيقيه تتكون من نسبيه وغير نسبيه، اعداد نسبيه تتكون من اعداد صحيحه وغير صحيحه، اعداد صحيحه تتكون من اعداد طبيعيه واعداد سالبه، اعداد طبيعيه تتكون من مجموعه اعداد العدد زائد او اتحاد العدد صفر. دي كلها كانت مجموعات الاعداد. وانا دلوقتي لما هديك بقى فزوره، وخلي بالك بقى هتبقى معانا الورقه كده زي ما هي، وهنحل الفزوره من هنا، يعني هقول لك مين الاعداد المحصوره او التي تنحصر بين كذا وبين كذا، وانت تقعد تفكر. فهقول لك كده اهو كلمه مين الاعداد، يعني هات لي مجموعه الحل. الوحده كلها بتنشغل بهذه الفكره، انا بقول مجموعه حل المعادله، يبقى اوجد مجموعه حل ما يأتي متباينة مثلا، وهقول لك س أكبر من سالب 5 وأقل من 3. طيب هنا لما بص على السؤال ده، السؤال ده ما أقدرش أجاوب عليه. ليه؟ لأنه هذا السؤال لم يكتمل. هو أنت عايز مجموعة الحل في إيه بالظبط؟ هل أنت عايزها في ط؟ ولا عايزها في ص؟ ولا عايزها في ن؟ ولا عايزها في ح؟ هنا بقى الفكرة بتاعت الوحدة بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها اهو. يبقى انا نمرة 4، لو انا قلت انا عايز مجموعة الحل في ط دي، يبقى الاعداد الطبيعية، طبعا الطبيعية ما فيهاش سوالب، يعني بتكتب لي منين اهو، اهو ما انا جاي باصص كده، انا قلت الاعداد الطبيعية بتاعتي بدأت من الصفر، طب هو عايز اقل من 5 يبقى هيوصل لغاية الاربعة، فيبقى مجموعة الحل هتساوي مجموعة الحل في ط هي، هفتح قوس واقول له التلاتة، لا قبل التلاتة في اتنين وفي واحد وفي صفر، وهقفل المجموعة وبس، مفيش اعداد سالبة، يبقى دي مجموعة الحل. طيب خلي بالك هناخد مجموعة الحل دي بقى نمثلها على خط الاعداد، يبقى الوحدة بتاعتنا بتهتم بايجاد مجموعة الحل في مجموعات الاعداد اللي انت درستها ثم تمثيلها على خط الاعداد. تعالى اولا بنجيب احنا دلوقتي ايه، بنجيب مجموعات الحل. طيب تعالى نشوف في صاد بقى، لا صاد بقى فيها السالب كمان، يعني دول وهزود عليها سالب 1 سالب 2 سالب 3 لغاية سالب 5، مش هقول سالب 5، هقول 2 و1 و0 واكمل، لان الطه جزء من صاد، يبقى هنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5. طيب كده احنا خلصنا صاد. تعال نشوف مجموعة الاعداد النسبية كلها للحل بتاعها، فهقول له ايه، انا ما اقدرش احصر الاعداد اللي محصوره بين سالب 5 و3 لانها كتير قوي، انت عايز اللي اكبر من سالب 5، طب سالب 5 سالب 4 و9 من 10 اقل من سالب 5 اكبر من سالب 5 يعني تنتمي، طب و4 و999 من 1000 تنتمي، طب 4 و999 من 10000 تنتمي، يبقى اذا توجد اعداد لا نهائيه تنحصر او يمكن ان تظهر في هذا القوس، هل يمكن سردها بطريقة السرد أو بطريقة القائمة؟ لا يمكن سردها، لذلك أنا أعبر عن هذه المجموعة بطريقة إيه؟ الصفة المميزة. فهقول له أنا هاخد كل الأعداد بحيث أن الأعداد دي كلها تنتمي إلى الأعداد النسبية والتي لها الشرط الهام أن س أكبر من سالب 5 وأقل من 3، وهقفل المجموعة. يبقى أنا أجدت مجموعة الحل بطريقة الصفة المميزة. هنا بقى وقعنا فيها، طب ما اذا كان س لا يمكن حصر عدد عناصرها ولا يمكن كتابتها بطريقه السرد، فهل يمكن المجموعه الاكبر منها اقدر اكتبها؟ لا طبعا.
طب اعمل ايه؟ برضو هبتدي اكتبها بطريقة الصفة المميزة، فهقول له ألف بحيث ان ألف ده عدد حقيقي يعني نسبي وغير نسبي كمان، و ان سين اكبر من او تساوي الخمسة سالب خمسة واقل من او تساوي تلاتة، وابقى عبرت عن مجموعات الاعداد بالطريقة الاولى. طيب ده كانت الخطوة الاولى. طيب ماذا عن الخطوة الثانية؟ قال لي هاخد المجموعات دي وامثلها على خط الاعداد. انا عندي خط الاعداد هو خط تخيلي انا بحط عليه، بسمي كل نقطة عليه اسم او ياخد عنصر من العناصر اللي انا بكتبها فيها. يعني انا لو شفت خط اعداد وهمثل عليه اهو خط اعداد ثابت، هرسم خط اعداد، لا طبعا هذا الخط هو خط اعداد حقيقية، الصفر هنا وهنا اعداد موجبة وهنا اعداد سالبة، عشان كده الترتيب هنا مهم جدا، وهبتدي اقسمه الى نقاط او الى فترات متساوية. اهو هقسمه كده الى فترات متساوية، وهبتدي اقول له هنا الصفر، لكن هنا الواحد، هنا الاثنين، هنا التلاتة، هنا الاربعة، هنا الخمسة. طبعا مش هقف، لكن انا مثلت بعض الاعداد، ثلاثة سالب اربعة سالب خمسة ونقط. طيب تعال بقى هنمثل هذا الخط بالنسبة للاعداد الطبيعية. طبيعية انا بقى هجيب الاعداد الطبيعية. هو انت قلت مين؟ انا قلت اتنين وواحد وصفر، يعني انا ما عنديش غير الصفر والواحد والاتنين، وده خد نفس الاولى وهو ده كده، وتنحصر بين رايح وجاي كده، انا مثلت ان هو اكبر من واقل من، ها في هذه الحاله. طيب لما جيت قلت انا عايز الاعداد الصحيحه، لا ده انا كمان هزود بقى الاعداد الصحيحه وهطلع السالب خمس، يبقى انا هغير كده اللون وهبتدي اهو انا هاخد عندي الاثنين وعندي لغايه سالب خمسه، مش هاخد سالب خمسه لغايه سالب اربعه، وهعمل كده اهو وهبتدي اقول له انا طلعت مره اكبر ومره اقل، يبقى هنا بالنسبه للاعداد الصحيحه. طب الاعداد النسبيه؟ الاعداد النسبيه انا ما اقدرش احددها، عشان كده انا بعملها بنقط كده، لاني هنا بيبقى في اعداد نسبيه وما بينها اعداد غير نسبيه، يبقى انا كده حددت ما بين الاثنين وبين بعض. عشان كده احنا قلنا ايه؟ طب انا دلوقتي فاضل لي ان انا امثل ب الاعداد، اشوف بقى فكره الاعداد الحقيقيه. لا الاعداد الحقيقيه قال لي كل ده، يعني ايه؟ يعني كل اللي اقل من، طبعا ده كله كان نسبي، كل اللي اقل من 3 ولغايه 5. ايه بقى الموضوع ده؟ قال لي بص الثقب، انا يعني تمثلت كده ان انا قدامي حاجه زي الحزام كده، كل ثقب من هنا له اسم. الثقب بتاع سالب 3 ده انا مش عايزه فبسيبه مفتوح، والثقب بتاع السالب خمسة ده انا مش عايزه فبسيبه مفتوح. ليه؟ قال لي لان المتباينة كان شكلها كده، سين اقل من تلاتة واكبر من السين، احنا قلنا ايه؟ السين اقل من تلاتة مش كده؟ اقل من سالب خمسة، يبقى سالب خمسة اقل من سين اقل من تلاتة، عشان يبقى نفس المثال اللي احنا شغالين عليه. فالسين اكبر من سالب خمسة واقل من تلاتة، يعني التلاتة دي لا، فانا هاخد كل اللي بعديها. بصوا كل اللي بعديها، كل ده اهو بما فيهم بقى نسبي وغير نسبي، لغاية مين؟ لغاية التلاتة اهو، لغاية هنا. فانا بقى بعمل ايه؟ باجي بشكل حلو كده واقول له هاخد كل ده، واقوم عامل له ايه؟ عامل كده. فروحت مسميها ايه؟ قلت له لا ده هنا بقى هسميها فترة، هسميها ايه؟ فترة. ليه؟ من اول كذا، من قبل السالب خمسة او بعد السالب خمسة لغاية قبل التلاتة، كل دي كأنها فترة، من الساعة كذا الى الساعة كذا، كل دي فترات، فبسميها كلمة ايه؟ فترة. فيجي يقول لي ايه؟ هي من سالب خمسة اصغر حاجة، بس السالب خمسة لا، فاعملها مفتوحة كده. يبقى العلامة دي معناها ايه؟ ان السالب خمسة دي مش عايزها، مش موجودة معايا، مفتوحة. وتلاتة اللي هي دي اهو، اهي التلاته اهي مفتوحه برضو، وبالتالي دي بسميها فتره مفتوحه، بسميها فتره مفتوحه. تعالوا بقى احنا دلوقتي خدنا ده مثلناه دي بطريقه السرد، كاني بسرد العناصر من اول فين لغايه فين، زي ما كتبتها طريقه الصفه المميزه. تعالى بقى دلوقتي خدنا لفظ جديد او مفرده جديده اسمها ايه؟
فترة. تعال نشوف بقى مفهوم كلمة الفترة. لو أنا قلت بس إن نشوف الصفحة دي كده عشان طالعة مش حلوة، وطبعا هنا بيهتموا جدا بجمال الإيه الظهور. طيب تعال بقى دلوقتي احنا بنتكلم عن الفترات اهو. الفترات هو تعبير عن الأعداد الحقيقية مرتبطة بالأعداد الحقيقية. فأنا عندي لو أنا قلت لك إن سي أكبر من سالب 2 وأقل من 3، دي واحد في ح، طبعا الفترات مرتبطة بح الأعداد الحقيقية. نمرة 2، بص كده على الفرق، س الأعداد اللي أكبر من أو تساوي، يعني خدت معاها السالب 2، وأقل من 3 برضه في ح. طيب 3 مجموعة الأعداد، أدي سالب 2 والسين أقل من س وأقل من 3، تمام. طيب هنسمع كده في حد معانا. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم أستاذ. السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بس أستفهم من سيادتك الأعداد الصحيحة. حضرتك كتبت من ضمنها سالب 5، المفروض ان هي كانت سالب 5 اقل من، مش اقل من يساوي. طب هي هتتاخد من ضمن المجموعه ولا؟ لو حضرتك رجعت الورق اللي لا احنا كتبنا مجموعات الاعداد، كتبنا مجموعات الاعداد بتاعتي. بص كده حضرتك، احنا كنا معايا حضرتك كده؟ اه مع حضرتك. احنا قلنا هنا ايه؟ لو كان هنا في علامه اليساوي دي هحط معايا السالب 5. لو ما فيش يبقى مش هحطها. طب حضرتك حطيتها في ص سالب 5 اهي، انا موجود معايا اهي. بس انا قلت كنت بقول على حته ايه، انه في او يساوي. هو ده بس الحته اللي لخبطتني، بس يعني اللي هو ايه سالب 5 المفروض انا عارفاها بتبقى فيه يساوي. طب انت عندك حاجه تسالي فيها ولا حاجه؟ لا لا حضرتك، هي بس دي الحته اللي ايه اللي يعني. لا احنا قلنا لو في سالب 5 احط معايا لسه انا بشرحه اهو دلوقتي. طيب ماشي، واضح ان انت مدرسه. لا لا خالص، انا ولي امر. اهلا بيك. اهلا بيك. أنا طيب طبعا هي كانت متخوفه بان انا حطيت سالب 5 داخل مجموعه الاعداد، لكن احنا بنقول هقول انا دلوقتي اما كان في يساوي او في لا يساوي. نمره 4 اهو، تعالى كده نشوف في 4. احنا قلنا ايه؟ اليساوي هحط معايا، يعني انا ما نجريش ما نسبقش. لو انا عندي هنا س، احنا خدنا اليساوي هنا، بص هنا ما فيش، تعالى نعملها بقى العكس، نعمل كده اهو، نعمل دي كده سالب 2 وهنعمل دي كده 3. جميل جميل. تعالوا بقى نعمل ايه؟ تعالوا نحط الاعداد دي ونعمل لها الشكل بتاعي كده بتاع الفترات، وبعدين نرسمها. هنمسك اول واحده اللي هي 1 اهو، انا عندي دي هنا في لا يساوي، يبقى دي مفتوحه من هنا. انا هكتب كده اهو سالب 2 و 3 اهي، تبقى دي مفتوحه من هنا ومفتوحه من هنا، دي نمره 1. نمرة 2 سالب 2 و 3، بصوا بقى خلي بالكم دي هنا في ساوي يبقى اعملها مغلقة. طب هنا مفتوحة اعملها مفتوحة. خلي بالك بقى من الأداء من الشكل. طب هنا لا، دي مغلقة من هنا ومغلقة من هنا. طب لو أنا شلت اليساوي من هنا مش كده؟ تبقى مفتوحة من هنا ومغلقة من هنا. تعال نرسم ده ونمثله على خط الأعداد. تعال نشوف كده، لو أنا حطيت دي كده ورسمت هنا خط، طبعا دي كلها خطوط وهمية مش موجودة في الحقيقة، أنا بأمثل على خط الأعداد وكأنه خط الأعداد ده شيء ملموس وأنا بس يعني بمثل عليه. فأنا هنا في كام؟ سالب 2 أصغر حاجة، وهنا في كام؟ 3 أكبر حاجة أهو. لكن الخرم أو الثقب بتاع سالب 2 دي مش معايا، لذلك هاجي هنا وأعمل دايرة مفتوحة. طب والناحية التانية 3، هعمل دايرة مفتوحة، هوصل الاتنين ببعض وهبتدي اهو ايه، ضحكنا على بعض اهو كده تمام. وبعدين هبتدي اقول له ايه، لو انا سبتها كده مش مظبوط. ليه؟ لان انا خدت هنا وخدت هنا، انا اقوم مشرشر كده اعمل هنا اهو، ان انا واخد كل هذه المسافه، ويبقى التعبير بتاعه اللي انا عملته هنا زي ما انا اتفقت، من اول سالب 2 ودي اصغر حاجه، وبعدين مين الثلاثه عشان يبقى كلامنا موثق جدا. سالب 2 لا، لانها مفتوحه مش موجوده معايا، فهعملها مفتوحه، والتلاتة مفتوحه فهعملها مفتوحه. تعالوا ناخد اذا كان يساوي من هنا ويساوي من هنا، فهرسم برضو خط اعداد اهو،
وهعمل هنا سالب 2 وهنا 3، فهعمل هنا سالب 2 وهنا كام؟ 3. جميل. وبعدين هقوم عامل هنا دايرة وهنا دايرة، وهقوم موصلها كده ببعض، وهقوم مالي اللي بينهم كده. طيب انا بقى ايه الفرق بين دي وبين دي؟ هقول له دي مغلق يبقى لازم اقفل دي. يعني ايه مغلق؟ يعني انا خدت الثقب بتاع سالب 2 معايا عشان كلمه يساوي، يبقى احتمال ان س انها تكون تساوي سالب ايه؟ 2. لكن هنا ما كانش فيه احتمال لان انا ما حطيتش يساوي. طيب والناحيه الثانيه برضو هنا يساوي، فدي بسميها مغلقه ودي بسميها مفتوحه. احيانا الاقي السالب 2 معايا والثلاثه مش معايا، زي دي كده، زي دي اهي. لما اجي امثلها هعمل كده خط اعداد اهو، وهبتدي اخد سالب 2 لغايه 3، ادي سالب 2 وادي ال 3، وانا عندي هنا اهو ادي ال 3 مفتوحه فهخليها مفتوحه، وهاخد سالب 2 اخليها مفتوحه، اخليها مفتوحه، وهوصلها كده، وهبتدي املى اللي بينهم. اهو انا مليت اللي بينهم، يبقى انا دي مفتوحه يبقى هعمل دي مغلقه عشان الاثنين هنا في يساوي. كل دي هي طريقه تمثيل الاعداد الحقيقيه على خط الاعداد، فبسميها الفترات او تمثيل الفترات على خط الاعداد. كده فكره الوحده انها كانت شغاله مجموعات اعداد، تدرس مجموعه اعداد، كيف يمكن ايجاد مجموعه حل بالشرط لازم احط هي انا بتكلم عن مجموعه ايه. يعني لو قلت لك اوجد مجموعه الحل س اكبر من 3 او س اصغر من 3 ما تجاوبش على طول، لازم اكمل لك السؤال. تقول لي انت عايز الاعداد مجموعه الحل في ايه؟ ما انا ممكن اقول لك لما تقول لي اكبر من اصغر من 3 ممكن اقول لك 2 1 0 واسكت وما بقاش غلطان. ليه؟ لانك ما عينتليش مجموعه الحل، يبقى لازم تعين لي مجموعه الحل اللي انا هشتغل فيها، اجيب منها مجموعه التعويض بتاعتي اللي هعوض عنها بسين. تعالوا بقى بعد كده اخر مثال كده في 3 دقائق كده ينفع اهو. لو انا هاخد بقى فكره عامه عن اللي انا عايزك تجهزه لينا، احنا خدنا مفهوم التقاطع والاتحاد اهو. التقاطع، تقاطع يعني ايه؟ يعني انا قلت لك ان انا عندي س اكبر من 3 او اكبر من سالب 3 واقل من مثلا 2. انا هعمل ايه؟ بيقول لي دي نمره 1، طيب انا هجيبها. نمره 2 انا عايز س اكبر من سالب 1 واقل من 4، اخد كده يساوي. وبعدين هنا بيقول لي اذا كانت هنا اهي دي المجموعه دي هتطلع لي هسمي ده هي مثلا المجموعه عين، وهسمي دي المجموعه لام. هو عايز لام تقاطع عين ببساطه جدا عشان الوقت بتاعنا. انا كنت عايز امشي جزء جزء ان شاء الله نستكمله في حلقه تانية، لكن انا هقول لك كده، انا همثل الفتره اللي فوق وهمثل الفتره اللي تحت اهو. هرسم خط اعداد واحد وهبتدي اقول له ادي هنا سالب 3، ادي هنا الصفر، وادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، وهكذا سالب 1 سالب 2 سالب 3 وهكذا. طيب اول واحده اللي انا هقولها هعمل واحده فوق وواحده تحت. هنا في ايه؟ سالب 3، ادي عندي هنا سالب 3 مفتوحه ولا مغلقه؟ مفتوحه لان ما فيش يساوي، والاثنين كمان مفتوح. وهوصل بقى انا بينهم وهاخد اللي بينهم. معلش انا معطل القناه دقيقه. طيب اخر حاجه هنا سالب 1 وكام؟ و4. سالب 1 اهي، وهعملها مغلقه لانها مغلقه، وبعدين الاربعه، ادي الاربعه اهي، وهسيبها مفتوحه لانها فيها ما فيهاش يساوي. هوصلها كده، هتبقى التقاطع هتبقى الجزء ده، ده التقاطع. هما مسكوا بعض فين؟ من اول سالب 1 لغايه 2، سالب 1 مغلقه لكن 2 مفتوح. معلش الوقت بيجري بسرعه معاكم، لكن ان شاء الله يعني نتقابل او هنكمل في حلقه ثانيه ان شاء الله. هنروح لفصل ونرجع للصف